استغلال الرعايه والطلب منهم المغادره، سواء من دول من الدول الكبرى الغربيه او دول افريقيه او دول عربيه، بالاضافه ايضا الى اسرائيل، هو مؤشر على فقدان الثقه تماما في استمراريه الوضع الحالي، وان هناك خشيه من انزلاق اثيوبيا للفوضى، وبالتالي سيكون هناك خطر على هؤلاء الرعايه الذين تسارع هذه الدول باجلائهم الان. اشكر حضرتك جزيلا دكتور هاني رسلان، مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه والمحلل المتخصص في الشان الافريقي، شكرا جزيلا لحضرتك. لسنوات طويلة ظل هذا الصوت مميزا من بين كل الأصوات المهتمة بالشأن الإفريقي، يرصد ويحلل ويخاطب العقل ويدعو إلى صوت العقل، يرد على المماطلة والخداع بالحجة وعلى المعلومات المغلوطة بالمنطق. وحده كان قادرا على ترتيب الأوراق في مواجهة محاولة خلطها واللعب بالمصطلحات التي تؤجج المشاعر وتزيدها توترا. بهدوء يأتي صوته ليكشف تلك الحقائق، مستخدما أدوات العلم القائمة على البحث والواقع، ويضع معها سيناريوهات المستقبل في استشراف حكيم رزين دون مواربة أو خوف أو حسابات خاصة. ساهم في ذلك تكوينه الشخصي على مدار أكثر من 30 عاما في عمله البحثي، سمات عرفها كل من اقترب من هاني رسلان، مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، وأحد أبرز أعضاء الهيئة العلمية للمركز، الذي غيبه الموت يوم السبت الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا اللعين. لعب الراحل دورا رائدا في العديد من الملفات المهمة منذ انضمامه إلى مركز الأهرام للدراسات منذ أكثر من 3 عقود. مجالات عديدة شملت اهتمام رسلان للدراسات الإفريقية وحوض النيل، وأولى الراحل اهتماما خاصا بالعلاقات المصرية السودانية، وقدم عددا كبيرا من الدراسات الرائدة والمهمة التي مثلت مرجعا مهما للمعنيين بهذا الحقل المعرفي. شكل رحيل هاني رسلان صدمة بين أوساط المسؤولين والسياسيين والخبراء الأكاديميين، ومن قبلهم جميعا المقربين في داخل مصر وخارجها، لما تميز به من صفات الموضوعية والاتزان والصراحة في عرض الآراء مع احترام الرأي الآخر والاحتفاظ بالود. نعاه الجميع حتى من اختلف معهم فكريا، ونالوا من شخصه في حياته ورموه بسهام النقد بسبب مواقفه الداعمة لوطنه في قضيته العادلة دفاعا عن مكتسباته التاريخية في مياه النيل. المئات من المقالات والتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي كتبت عن رحيله وأوفته حقه في مشهد لو كان حاضرا هو فيه لخجل كعادته من الثناء، فقد تعود أن يعمل دون مقابل أو انتظار لمكافأة من أحد، حتى وهو على فراش المرض لم يتراجع يوما عن تلبية نداء الوطن أو التأخر في الرد على أحد، وكان يسبق الجميع بكلمة أهلا بالحبيب، كلمة الرثاء عبرت بصدق عن حب واحترام وتقدير لرجل من رجالات الدولة لم يتقلد منصبا سياسيا، ولكن عرفه الجميع وأطلقوا عليه الفارس النبيل ابن النيل، كان النيل قضيته والفروسية من شمته. هاني رسلان جندي من جنود مصر المخلصين، وقف في خندق الدولة وحمل همومها مدافعا عنها، كان سلاحه القلم والكلمة، وبهما فقط خاض الأمير أفضل المعارك وأشرفها، وهذا نسبه وأصله ابن قرية دندرة بقنا. لم يتعجب المقربون من الراحل أن يرثيه المحبين في السودان ودول إفريقية صديقة، كان مكتبه بالأهرام قبلة للنخب السودانية والإفريقية من كل الأطياف السياسية والفكرية دون تمييز، جميعهم هدفهم واحد، الجنوب وقضاياه. وفي مصر لم يختلف الأمر، فكان بوصلة المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الإفريقي برحيله حبة ثمينة
انفرطت من عقد عظماء الباحثين المهتمين بقضايا القارة السمراء عامة والسودان خاصة. رحل هاني رسلان عن عالمنا، وبقت دراساته وكتاباته إحدى أبرز العلامات المضيئة في دوائر الفكر وصنع القرار، ليخلد اسمه في ذاكرة الوطن وأبنائه المخلصين. رحم الله فقيد مصر وأسكنه فسيح جناته.